الخير واهلا بحضراتكم وحلقه جديده من حلقات دوز بنزين. حلقه النهارده عندنا اخبار كتير وتجارب مختلفه. ان شاء الله حلقه النهارده تعجب حضراتكم، خصوصا ان هنطير ونسافر على اسبانيا، وتحديدا من 4 شهور بالظبط طرنا على اسبانيا وكنا من اوائل الناس اللي جربت العربيه الجديده اللي موجوده معانا النهارده. تم الاعلان عنها في مصر ان هتكون موجوده خلال الفتره اللي جايه، لسه مش عارف طبعا الاسعار. وخليني اقول لكم خلاص، احنا تعودنا على الارقام اللي متاحه حاليا بتاعت العربيات، واحنا في فتره نشوف احتياجاتنا عامله ازاي، وهتقدر تشتري عربيه برقم عامل ازاي لو انت محتاج تشتري عربيه. بس في نفس الوقت مهم نشوف ايه اللي بيحصل في السوق، نشوف ايه اللي بيتطور، ونشوف بقى دلوقتي ايه العربيات او ايه الشركات اللي هتدينا مقابل السعر اللي بيتعرض دلوقتي ده حاجات في العربيه هتفيدنا. يعني ايه؟ يعني كنا زمان وانا بشتري عربيه بشوف انا محتاج ايه من العربيه، وباجي اقول ايه والله مش فارقه خلاص بقى، بس يعني العربيه دي تمام كده. دلوقتي الموضوع اختلف، لان احنا عشان نبدا نتكلم في فئه العربيات اللي كنا بنتكلم في فئه متوسطه، النهارده المتوسطه كسرت 1,000,000 جنيه. فانت 1,000,000 جنيه دلوقتي بتبدا تشوف المليون هيبدا يوديك لعربيه فيها اوبشن عامله ازاي، وهتغطي احتياجاتك ازاي، ومصاريف تشغيلها قد ايه. المصنعين بدأوا دلوقتي يشوفوا القصة دي، خصوصا ان ارتفاع اسعار العربيات في بعض الدول في العالم حصل فيها ارتفاع كبير، مش زي الفرق اللي عندنا دلوقتي، لكن في ارتفاع في اسعار العربيات. فبدأوا يفكروا انه يبدأ يديك في العربية اللي كانت في الفئة المتوسطة او الفئة العالية او الفئة الاصغر من او الاقل من المتوسطة، يبدأ يزود لك حاجات فيها عشان يبدأ يخلي اغراء ليك، تعالى والله لا ده العربية دي فيها احسن كذا وكذا وكذا. الفترة اللي جاية من وجهة نظري هنلاقي عربيات مختلفة من بعض الشركات، هتلاقي فيها اوبشنز افضل، على الرغم ان كانت الفئة السعرية بتاعت العربية دي اقل من كده، بس هيبدأ يديك شوية اوبشنز اكتر عشان تقدر العربية تكون موجودة. وده اللي رينو عملته في الاسترول. العربية الاسترول من العربيات الجديدة، اعتقد انا جربتها قبل ما كان يحصل فرق السعر اللي حاصل دلوقتي، كانت بالنسبة لي في بداية تغيرات سعر الدولار، فكانت بالنسبة لي مقبول بالأوبشنز اللي كانت موجودة فيها. حاليا العربية ممكن لسه مش عارفين التسعير بتاعها هيروح فين، بس أنا متوقع إن هو ما بين رقمين معينين، أتمنى إنهم يبقوا موجودين في الحتة دي، يعني مش بعيد عن 1,000,000 بكتير قوي. وده لأن أنا بقيسها، هات تمن العربية باليورو بكام وشوفها بكام مصري، فاحسب هي تمنها كام في بلدها باليورو وشوف هيبقى بكام في مصر. بس الفكرة ان رينو فكرت في العربية دي انها تعمل شوية حاجات مختلفة، حطيت لك اوبشنز اكتر، استخدمت خامات اعلى بكتير، انفوتيمينج سيستم احدث، حطوا العربية الالبين اللي حضراتكم هتتفرجوا النهاردة واحنا بنجربها، ودي اعلى نسخة اللي استغلوا فيها فريق الفورمولا 1 بتاعهم، وبدأوا يحطوا كل التكنولوجي والخامات واللوجوهات والحاجات دي كلها، فالعربية في فئة مختلفة غير الفئة اللي كانت مفروض تكون موجودة فيها. نضع هنطير على أسبانيا ونشوف، وهيكون معنا لقاء مع أستاذ رامي جاد يكلمنا أكتر على فكر رينو الفترة اللي جاية هيبقى عامل إزاي مع فرق الأرقام. بس حطوا في الاعتبار أن التجربة دي كانت من 4 شهور بالظبط، فبعض الحاجات اللي كنا بنتكلم فيها من 4 شهور أنا ما حبيتش أشيل أي حاجة، لكن التغيرات اللي حصلت في السوق احنا كلنا عارفين ما بين السعر قبل وما بعد، يعني عايشنا المرحلة كلها. بس حبيت حضراتكم تبقوا سامعين ايه اللي كان بيدور وايه اللي حصل في وقت الكشف عن العربية دي. بدأنا قبل ما اروح للتجربة، بدأنا نخش على موجة حارة تقيلة شوية، ومع الموجة الحارة شوية اتربة، وانا بعتبرها خطر كبير جدا لعربياتنا. ناس كتير ساعات ما بتاخدش بالها وهي بتقفل العربية، بيبقى في جزء صغير من الإزاز مفتوح، الولاد قاعدين في العربية ورا، لو انت ما عندكش إزاز كهرباء مش قافل الإزاز كويس، مع الجو اللي فيه تراب كتير ده انت بتدمر العربية تماما، فتأكد كويس قوي ان الإزاز مقفول بإحكام وفتحة السقف. ناس كتير بتسيب جزء صغير من فتحة السقف كده يقولك ايه تخلي العربية تتنفس، في الجو كويس ممكن تعمل ده، لكن في الجو التراب والعفرة الجامدة اللي موجودة خلال الأيام اللي فاتت دي خطر قوي، لانك هتدمر صالون العربيه من جوه، ولو سقف العربيه لونه فاتح، وكمان غير كده كمان انا بفضل ان زياده شويه لو تقدر تغطي عربيتك في الجو ده افضل،
لان الفتحات اللي بيدخل منها الهواء من سواء فتحات التبريد بتاعت التكييف او فتحات اللي بتدخل الهواء من بره العربيه لجوه العربيه دي بتبقى مفتوحه، فبيخش جوه تراب ممكن يدخل جوه العربيه او يتراكم جوه الهوايات بتاعت التكييف. فلما هتغطي العربيه هيبقى نسبه اقل شويه من التراب يكون موجود. النقطه الثانيه، لو انت الصبح نازل وهتشغل التكييف، خلي بالك ان ساعات كتير مع الجو التراب ده اول ما هتفتح التكييف هتلاقي التراب طالع في وشك، فخلي بالك افتح على سرعه بطيئه شويه، وخلي بالك ان الهوايات هتطلع التراب، او ابدا مثلا شغل الهوايات بتاعه الرجلين، ان الهواء خارج مش من اللي في وشك، خارج في الرجلين، فلو خرج تراب يخرج في الجزء اللي تحت في ارض العربيه ما يخرجش في وشك. ومهم جدا جدا على قد ما تقدر ركز وانت بتركن العربيه في الشارع، بعض الناس اللي بتركب يفط خشب مكوجي مش عارف ايه فاهم، بيركبها بطريقه عشوائيه مع الهواء الجامد لا قدر الله ممكن تقع على العربيه، فتاكد كويس وانت بتركن العربيه الاماكن اللي راكن فيها، وبص حوالين العربيه خصوصا في الايام اللي فيها هواء جامد. عايز اتكلم في موضوع بس معلش مهم قوي قوي، يمكن اليومين اللي فاتوا ومش هتكلم على اشخاص بنفسهم، يعني انا بعيد عن حته العربيات شويه، بس انا مهتم بالرياضه جدا والرياضه من الحاجات المهمه قوي بالنسبه لي. اليومين اللي فاتوا شفنا لاعب او اتنين ساب المنتخب وقرر انه يروح يحترف، او مش انا ما سماش احترافه، ومشي استغل فرصه ان هو مسافر ومشي. كل الادارات او وزاره الشباب والرياضه المسؤولين عن الرياضه اليوم اجراءاتهم القانونيه، ده موضوع مهم، ومن وجهة نظري الأهم كمان بقى دلوقتي إن الاتحادات اقعدوا مع اللعيبة. أنا كنت بلعب لعبة وقدرت أوصل في يوم من الأيام إن يكون موجود في المنتخب مصر غير السواقة والعربيات، وعارف المشاكل اللي بيمر بيها اللعيبة جوه البطولات وجوه الأندية، أكلمك على فترات مختلفة. أرجو من رؤساء الاتحادات في الألعاب الفردية والألعاب اللي يمكن ما كانتش واخدة حقها في بعض من وسائل التواصل الاجتماعي، أو خلي بالكم زمان مثلا ما كنت بنلعب ما كانش حد يعرف، ما كانش في حاجة اسمها سوشيال ميديا، وما زلت لو ما كانش في حاجة بتغطي سباقاتنا اللي احنا موجودين فيها أو البطولات اللي الواحد بيكون بيسابق فيها ما حدش هيعرف ان في سواق بيسابق في كذا. لما تلاقي بطل بيتحضر لبطولة أولمبية وبطل بيتحضر لبطولة دولية بيرفع علم مصر، وتخش جوه التفاصيل تلاقي مرتبه أو فلوس بتاعته أو المشاكل اللي بتقابله، أرجو من الاتحادات اقعدوا مع اللعيبة. أنا عارف اهتمام دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالرياضات الفردية جدا، وأنا عارف أنه مهتم بشكل كبير جدا لدعم الرياضات دي. أرجوك يا دكتور محتاجين حضرتك تكون موجود مع الاتحادات، ما نتكلمش على اتحاد معين، كل الاتحادات في اللي كويس وفي اللي وحش، في اللي عنده مشاكل وفي ما عندوش مشاكل، بس احنا محتاجين بسرعه ولادنا الرياضيين، لازم تشوف مشاكلهم ايه اقف جنبه ساعده، عشان لو عنده ازمه نلحق نحلها، عشان ما اشوفش الصور انا بزعل لما يبقى عندي نموذج مشرف وبطل عنده فرصه انه يرفع علم مصر وياخد ميداليه ويجينا ان انا اسيبه بسهوله كده. وخلي بال حضراتكو ده بيسمع وسط اللعيبة في رياضات كتيرة، لما نلاقي الاتحاد فيه رد فعل سريع وحافظ على اللعيبة بتاعته وبيراعيها ويتعامل معاها بطريقة كويسة. بعض الاتحادات يا جماعة بجد بعض الاتحادات ما ممكن ما يكونش عارف مين اللعيبة اللي بتلعب عنده، أنا ما بقولش كل الناس، ببعض ممكن واحد ولا اتنين ولا تلاتة ولا عشرة ولا مية ولا ممكن ما يكونش أصلا موجود، أنا ما بتكلمش على حد، لكن أنا بنقلك صورة من واحد كان جوه الحتة دي في يوم من الأيام. وما زلنا عندنا أزمة رياضة السيارات، رياضة السيارات والقائمين على رياضة السيارات، هل حد من القائمين على رياضة السيارات في مصر يعلم الأسبوع اللي فات أنا كنت بعمل إيه؟ أنا كنت بسابق فين؟ هل أنا كنت موجود مع مين؟ وخدت شهادة من مين؟ واتكرمت من مين؟ والقائمين على رياضة السيارات يعلموا ذا ولا لا؟ سيبك من تامر، انا ما بتكلمش على تامر،
تعرف كم سواق دلوقتي في مصر عنده 3 سباقات ولا 4 سباقات خلال اليومين الجايين؟ ممكن يكون عندك المعلومة من، وأنا مش بلوم برضو القائمين على رياضة السيارات في مصر، لكن محتاج يبقى فيه تواصل أكتر. كلهم أصدقائي وكلهم بكنلهم كل الاحترام والتقدير، لكن أنا بنقلك برضو صورة. وخليني برضو أقول لحاجة، هيطلع عادي يقولك يا عم ده وقت، لا وقت وقت جدا. سيبك من العربيات بس، خش في أي رياضة تانية، تايكوندو، كاراتيه، جودو، مصارعة، بينج بونج، تنس ريشة، كرة الألعاب الجماعية، يمكن شوية شوية يعني كرة اليد شوية واخد حقها كويس، الباسكت بول شوية، في ألعاب خدت، وفي ألعاب عمالة تجيب ميداليات محدش عارف عنهم حاجة. يا جماعة الاتحادات ما تعالوا، أنا برنامج بقولك أنا مستعد أستضيف كل الأبطال الرياضيين، ما لازم تديله حق، ولازم تخلي الناس تقول والله مبسوط إن عندي. إيه اللي هيخليه ينزل يروح التمرين؟ خلي بالك، إيه اللي هيخلي ابنك ينزل يروح التمرين لو هو حاسس إن ما عندوش حافز؟ فيش واحد طالع يقول برافو عليه والله ده ماهر، ده رفع علم مصر. لازم اديله الحافز، مع اديله اللي يساعده انه يعرف يتمرن. في شباب اتفرغت للرياضه، اديله اللي يقدر يعيشه ويشتغل، اللي يقدر يعيشه ويشتغل انه يقدر يكمل البطوله، انه يقدر يبقى عايش في بيئه مظبوطه. صدقوني النقطه دي مهمه جدا، احنا محتاجين رياضه كتير، احنا محتاجين الولاد الصغيرين من صغره يتحط في رياضه، محتاج ان اتفرج عليه بيتمرن وعارف انه هيطلع من التمرين اللي في النادي ده. انا في بعض الانديه دلوقتي بتفرج عليهم عامل المدرسه مدرسه كذا ولا مدرسه كذا بيزنس، اهالي بتدفع رقم كبير على امل ان العيال تطلع تشتغل او تطلع تتمرن في حاجه جامده وتلعب في فريق جامد. في حاجات كتير ما بتحصلش. الرياضة مهمة، وأنا بغير جدا وبزعل جدا على أن يبقى عندي لعيب كويس وأسيبه بسهولة كده. الدور ده بتاع الاتحادات، اطلع يا اتحاد قول أنا عندي مشكلة، قول لوزارة الشباب والرياضة، لو لقيت أن الوزارة ما أثرت معاك الموضوع هيطلع لرئاسة الوزراء. ما ينفعش يكون اهتمام فخامة الرئيس بالرياضة بشكل كبير ومستمر ويهتم بتكريم أبطالنا المصريين ويهتم بمتابعة الأبطال المصريين دائما، وانت الأبطال اللي لسه بيطلع عنده فرصة انه ياخد ميدالية انت مش قادر تهيئه لده. أرجوكوا 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 نهتم بالأبطال الرياضيين، أرجوكوا نهتم بالرياضات الفردية والرياضات الموجودة. أنا ما بتكلمش على اتحاد معين ولا بتكلم على رياضة، أنا بتكلم عامة دلوقتي، لأن اللي أنا شايفه بصراحة زعلان. زعلان لما يبقى عندك سلسلة حلوة بتكسب وبتجيب ميدالية وبترفع علم مصر وانت سايبه وتقول له وبعد كده. أنا قعدت سمعت، مش عايز أخش في مواضيع لأن أنا بحب دايما المختصين هم اللي يتكلموا، قعدت سمعت على حديث بين اتحاد وبين ولي أمر في أحد البرامج. أنا قاعد بتكلم في انتقالات ولعيب مشي عليه 12,000 جنيه، باشا فين اللعيب الأول؟ خلي ده على جنب، فين اللعيب؟ ومشي ليه؟ وإيه اللي مزعله؟ وإزاي الأب ولا أم ما يعرفوش ولادهم؟ إزاي يا جماعة؟ ده إدارياً خلي الإداريات على جنب، خليني دلوقتي في الحتة المهمة، اللعيب مشي إزاي وراح فين؟ ومين اللي خده؟ ومين اللي قال له تعالى؟ خلي بالك ما هو اللعيب اللي بيمشي ده مش هيمشي من نفسه، أصل مش هياخد شنطته وينزل في الشارع سلام عليكم. ما احنا كل يوم بنسافر ونشوف الحياة مش وردي في أوروبا ومش سهلة. أكيد في حد بيتكلم مع اللعيبة ويبدأ يقول له تعالى سوق، تعالى اعمل، تعالى العب باسم كذا. لأ لأ يا باشا مش هتلعب، أنا يفرق أنا الحق يعني مش عايز أقولك أصلا أنا لأ، بس أنا فارق معايا أنا لو بدلة سباقي ما عليهاش علم مصر محطوط جنب اسمي، دي من الأساسيات. عربية السباق لازم عليها علم بلدك مصر محطوط جنب اسمك لازم. فخلي بالكوا يا جماعة الاتحادات دوركم مهم أول يومين دول، وما تاخدوش كلامي ان انا بقول كلام كده، انا بقولك ده من جوه لان انا واحد عايش الحتة دي كلها وعايش في حتة تانية، لعبت رياضة لعبة فردية وما زلت بلعب لعبة فردية. يمكن ربنا كرمنا ان كان ليا هدف من اول يوم ان عايز حد يبص علينا في سباقات السيارات، وبنحاول
لكن عندنا أبطال. عندنا النهاردة سواقين، اتنين سواقين موجودين في أوروبا، واحد هيسابق الأسبوع اللي جاي واحد الأسبوع اللي بعده. لو أنا مش يعني أنا آسف، لو دوز بنزين مش بيغطي للناس دي حاجاتها، مين تاني شايفنا؟ ده دي رياضة واحدة، في رياضات كتير. أرجوكم لازم نهتم بالرياضات دي، الرياضات الفردية مهمة، وهو ده اللي هيخلي ولادك في البيت إنه عنده حافز إنه يلعب ويبقى زي محمد صلاح. إحنا عايزين جيل كبير بيجري يطلع يكمل مشوار محمد صلاح إن شاء الله. بس أرجوكم ما ناخد الموضوع ده ببساطة، لأن ده موضوع مهم قوي. خلينا نطلع فاصل، ونرجع من الفاصل على أسبانيا وأول تجربة رسمية وحصرية للرينو أسترل، ورجع لحضرتك. عشان نكون موجودين مع رينو عشان تبدأ تجربتنا لأول تجربة رسمية للعربية الأسترل الجديدة، العربية اللي هيتم الكشف عنها في الأسواق المصرية قريب جدا. النهاردة يعتبر أول تجربة للعربية، هنجرب نسخ مختلفة، عربيات مختلفة. عندنا تجربة النهاردة حصرية وجامدة جدا مع رينو من أسبانيا، يلا بينا. طرنا وجينا على أسبانيا، وتحديداً موجودين فوق أعلى قمة من القمم الجبلية الجميلة في مدينة مدريد، وتحديداً المكان ده من الأماكن المشهورة جداً بالتزحلق على الجليد. بس رينو قررت أن احنا النهاردة نجرب عربية من العربيات المهمة جداً والجديدة، هي الأسترل الجديدة، عربية من العربيات اللي هيتم الكشف عنها قريب جداً في السوق المصري. حظنا كان كويس قوي أن النهاردة هنجرب نسخة مهمة قوي، وهي النسخة الألبين. يلا بينا نبدأ تجربتنا. خلينا نبدأ نتفرج على العربية ونشوف التفاصيل. أول حاجة هتلفت نظرك ومن وجهة نظري هي العلامة، علامة رينو اللي حجمها بقى ضخم جدا، وعجبني جدا البيانو بلاك اللي موجود في العربية وإنها مضلمة شوية. خلي بالك دي نسخة الألبين، الفرونت ده جرال أو الشبكة الأمامية شكلها حلوة قوي، وأعتقد أكتر حاجة مخليها الشكل الموجود جميل هو رينو استخدمت LED ماتريكس لايتس اللي موجودة هنا بالداي لايتس الكبيرة، والانيميتد أو الحركة اللي بيتحرك فيها الفوانيس بشكل لطيف قوي. بعد كده عندنا الجزء ده مقفول، وهنا في فتحات عشان الايرو
داينامكس اللي موجوده في العربيه. وش عربيه شكله رياضي قوي وفي نفس الوقت انيق وفي حته مستقبليه كده، عارف الحته اللي هي اللي في التغالب عليها شويه. لو رجعت بالفيديوز وافتكرت الميجان الالكتريك اللي كنا بنجربها هتلاقي ان العلامه دي كانت موجوده فيها، وبدات رينو هيبقى دي الثيم اللي موجوده في معظم عربياتها. التوربيدو ستايل او التوربيدو ستايل او الديزاين اللي موجود في العربيه هتلاقي، بص الجزء ده من الحاجات اللي شكلها حلو قوي، فهتلاقي ايروداينامكس العربيه لطيفه على التجربه، وده بانت واحنا سايقين. وش العربيه عجبني قوي، وعجبني اكتر التفاصيل والخطوط اللي استخدمتها رينو في العربيه دي، واكتر حاجه من الحاجات الحلوه الماتشنج بين الوان العربيه. العربيه اللي احنا بنجربها باللون او دي النسخه الهايبريد، النسخه الهايبريد مختلفه شويه لان موجوده بمحرك او تحديدا بمحركين، محرك بنزين ومحرك كهرباء. حتى الان لسه مش متوقعين ان هتبقى موجوده عندنا النسخه دي. النسخه دي بتخرج حوالي 200 حصان والموتور اللي موجود 3 سلندر 1.2. اما النسخه اللي حجنا فحجنا بالمحرك الاربع سلندر اللي هتكون موجوده في السوق المصري، 1300 توربو بتخرج 160 حصان بفتيس متطور جدا بتكنولوجي الفورمولا 1 CVT عشان يخلي العربية دي أدائها نشيط وفي نفس الوقت استهلاكها للبنزين ما يكونش أرقام كبيرة قوي. لو جينا نبص على جنب العربية هنلاقي الجنط العشرين اللي موجود في العربية 235/45 توتون عليه علامة ألبين، والبيانو بلاك اللي داير حوالين العربية من الجنب وتوتون. في العربية فيها تفصيلة ألوان شكلها حلو، اللون المط ده من الحاجات اللي عجباني قوي وعجبني التفصيلة بتاعته، ودي عرفت انها من الألوان اللي هتكون موجودة عندنا في مصر. كمان الزاوية بتاعت باب العربية فتحة الباب لطيفة جدا في الدخول والخروج، وفي نفس الوقت الباب مكمل لتحت عشان يقلل قد ايه الاصوات اللي بتكون موجودة في العربية. لو جينا نبص هنا على جنب العربية هنلاقي علامة ألبين موجودة في الجزء ده، مدية لمسة كده لطيفة. المرايات والكاميرا اللي موجودة فيها، لان العربية فيها كاميرات 360 درجة. شكل العربية انيق قوي، وانا من وجهة نظري رينوم ابدعت في تصميم العربية دي من حيث التصميم الخارجي، ولسه كمان لما فرقوا على ظهر العربية تعالوا أوريكوا حاجة. لو جينا نبص على ظهر العربية هتلاقوا الفوانيس الفول LED بالشكل اللي بقت خلاص رينو واخدين على شكله في عربياتها زي اللي كان موجود في الميجان. بعد كده كلمة أستر الموجودة، علامة رينو، بعد كده الاكسدام الخلفي بالبيانو بلاك والديفيوزر اللي تحت، كمان مساحة شنطة لطيفة جدا وشنطة كهرباء. الدخول والخروج فيها كمان مش صعب، سهلة، مساحة تخزين لطيفة، وعندنا الاستبن اللي موجود تحت، وعندنا استبن قد ايه؟ الاستبن 17 بس فرد كاوتش 17 على 90. متحمس اخش جوه العربية نتفرج من جوه عاملة ازاي؟ يلا بينا. خلينا نبدأ بقى نتفرج على الجزء اللي خلفي. وليج روم حلوة، هيد روم كمان حلوة، بانوراما مساحة كبيرة. أنا بتفرج على العربية معاكم لأول مرة. التفاصيل اللي في العربية حلوة، الكراسي الرياضية، الماتيريال شكلها كربون فايبر في الألكنتارا، موجود الألكنتارا هنا في مخدع الراس. الإنارة الخلفية شكلها حلوة، عندنا اتنين تايب سي وصلات وفتحتين للتكييف موجودين هم في الجزء ده. عندنا نفق فتيس عالي شوية فهيبقى مش واطي قوي لو في حد قاعد هنا في الجزء ده يعني، بس مش متضايق قوي، بس يعني اعتقد انه هيكون واحد حجما اصغر شويه مني. بعد كده عندنا الارم ريست، في مكانين تخزين. من وجهه نظري الانطباعات الحلوه اللي عجباني ان المساحه الكبيره اللي في العربيه اللي انا حاسسها من البانوراما. البانوراما عشان واصله لحد الجزء ده فمخلياني حاسس ان في وسع كبير قوي. يعني بص المساحه عامله ازاي،
ودي من الحاجات اللي مدياني احساس اني مش مخنوق وانا قاعد ورا. رسمه الكرسي كمان شكلها حلو رياضيه قوي وشكلها انيق. تعال ننزل على الجزء اللي قدام. الجزء ده خطير. العربية اتغيرت بشكل او زي ما بقول كده اتطورت بشكل كبير قوي. لو جينا نبص اول حاجة وخلينا نبدأ بستيرينج شكلها حلو موجود فيها الكنتارة. عندك هنا التحكم في الصوت من الجزء ده. اما الجزء ده تظبط المسافة بينك وبين العربية اللي قدامك ومثبت السرعة. بعد كده الزرار ده اللي بتدوس عليه تقدر تختار انظمة السواقة ما بين الايكو والسبورت والكومفورت او ان انت تختار وتعمل طريقة سواقة زي ما انت حاببها. بعد كده قدامك شاشة كبيرة بيطلع عليها كل حاجة. وبعد كده الشاشة الجانبية أو الشاشة اللي في النص. وأعتقد أن الشاشة دي مش هتجينا لأن الشاشة دي متوصلة بالساتلايت. فأعتقد في شاشة تانية هتبقى أصغر شوية هي اللي ممكن تيجي عندنا في السوق بتاعنا. بعد كده الفتحات بتاعة التكييف مكملة بالشكل ده والجزء ده بالألكنتارا الامبيانت لايتس. سوفت تاتش شكله حلو قوي. وعجبني الجزء بتاع السقف ده باللون الجراي اللي ماشي مع لون العربية. بس هتأكد وانا بجرب هل اللون ده اللي موجود في كل العربيات. اغلبيتهم موجودة باللون ده بس ماشية لو انت بتختار العربية دي باللون زي اللي احنا بنجربه اللي هو الجراي المط. فمتناسقة قوي. بعد كده عندنا الجزء ده الكونسولة اللي في النص خامتها حلوة سوفت تاتش. وايرلس تشارجر مكانه حلو قوي هنا في الجزء ده. ولو زقينا كده بقى مكان تخزين تاني كبير غير مكان التخزين ده اللي موجود هنا. كمان عندنا اتنين وصلات USB Type C واتنين كاب هولدرز موجودين هنا في الجزء ده وولاعة. البيانو بلاك موجود في حتة لطيفة ماشية مع الشاشات مع العربية. وهنا عندنا درج تابلو شكله حلو كمان مساحته كويسة. انتوا حاسين ان رينو او انا من وجهة نظري رينو طورت بشكل كبير جدا سواء الماتيريالز اللي استخدمتها والديزاينز بتاعت العربية. ومن وجهة نظري تصميم العربية الداخلي احلى كمان بكتير من التصميم اللي بره. يعني التصميم اللي بره حلو جديد لكن اللي جوه تكنولوجي اكتر بكتير. حاسس العربية متطورة بشكل كبير قوي عشان نشوف الشكل اللي احنا موجودين فيه. تفاصيل كتير موجودة في العربية مستمتع بيها قوي. بس خليني متحمس اكتر نطلع سوق وبتفرج معاكم على العربية لاول مرة. فيلا بينا نطلع نسوق ونجرب عشان انا متحمس للتجربة ونشوف اكتر ايه اللي موجود في العربية. يلا بينا. زي ما انتوا شايفين النهاردة احنا موجودين في اسبانيا وتجربة مختلفة جدا واول القيادات او تجربة القيادة للعربية الاسترال. خلينا رحب باستاذ رامي جاد مدير عام شركة رينو مصر الشركة المصرية العالمية رينو مصر. والنهاردة يمكن احنا موجودين لاول التجارب. اولا مبروك العربية الجديدة. الله يبارك فيك يا تامر بيه. وسعيد ان احنا من اوائل الناس اللي بنجرب العربية في العالم وفي المكان الخطير ده. الخطير. يمكن الجو ساعة شوية. احنا واقفين قدام النسخة الهايبرد اللي كان نفسي انها تبقى موجودة. مش عارفين لسه ايه اللي بيحصل بس احنا سامعين لسه كلام كتير على الموضوع ده. الموتور بتاع الهايبرد ده الموتور ال 1.2 ال 1200 التلاتة سلندر اللي هو الدي فول اللي هو بيطلع اوتبوت عالي 200 حصان بالظبط. احنا اخدنا حوالي 3-4 سنين لغاية ما اعتمدنا الموتور ال 1300 الاربع سلندر لمصر. ومعنى كلمة اعتماد المحرك ان
بيخش في القسم الهندسي في رينو بيشوف بيذاكروا البنزين بتاعنا وعندهم تحليله بيذاكروا الجو افضل اداء والدست اللي عندنا في الجو فبيعدل في الموتور وفي المابينج وفي الكمبريشن ريشيوز بتاعته عشان يبقى موائم للاجواء المصريه. انا سعيد جدا بالمرحله اللي احنا وصلنا لها ان احنا عربياتنا الجديده كلها نازله بال 1300 فيعني ده في حد ذاته 4 سلندر 1300 وصلنا ل 160 حصان بموتور 1300 سي سي بالظبط كده. ويمكن الاسترل من اوائل العربيات اللي بدانا نشوف فيها البينكت وانفصال او خليني مش هقول انفصال زي ما كل الشركات شفنا عندها نسخه رياضيه وبتحمل اسم علامه ويمكن انفصلت علامه البين بقى عندنا نسخ من العربيات دي لوحدها موجوده في العالم لسه ما عندناش غير عربيتين يمكن في مصر او عربيه واحده عربيه واحده في الشرق الاوسط كله اللي انت راكبها يعني في الشرق الاوسط كله اللي موجودة معاك ودي من العربات اللي بأتمنى ان اللاين ده يوصل عندنا مصر اكتر. بس فكرة ان هو ضاف الطابع الرياضي باسم فريق الفورمولا 1 على العربيات ان ده النسخة الرياضية وشفنا بالالكنتارا والسبورت سيتس بيانو بلاك اللي موجود في العربية في شوية تفاصيل مختلفة والجانت العشرين هي نازلين عند هتنزل عندنا الكات دي ولا زي ما هي. بص يعني 95% من الطلبات اللي طلبناها من رينو ان احنا مش عايزين العربية اللي بتنزل مصر تبقى مختلفة عن العربية الموجودة في اوروبا. انا عايز العربية اللي انت لما بتسافر بتأجرها وبتركبها تبقى هي اللي عندك في البيت صح. او العربية بالظبط كان عندنا مشكلة العربية اللي بنجربها بنرجع نلاقي عربية تانية عربية تانية بالظبط. فوصلنا ل 95% موافقة على كل الطلبات اللي طلبناها. في حاجات ريليتد بالساتلايت كونكتيفيتي والكلام ده كله فهي دي اللي لسه فيها مناقشات ما بيننا وما بينهم. بس اقدر اقول لك ان دي العربية اللي هتبقى موجودة في مصر. انا شايف تصميم فاخر جدا ممتاز جدا. الايروداينامكس التوربيدو ديزاين كونسبت الجديد اللي اعتمدوه مخلي العربيه مفيش دوشه مفيش صوت عالي. هنحس بده اكتر واحنا جوه. تعال نخش جوه العربيه يلا بينا يلا. واحنا بنجرب اول التجارب للعربيه الاسترل خليني ابدا كده اقول لكم اول انطباعاتي او يمكن ده بعد ساعه ونص سواقه بصراحه. النسخه اللي انا بجربها زي ما قلت لكم هي النسخه الهايبريد صح يعني الادفانسد هايبريد تكنولوجي زي ما قالوا لنا الادفانسد هايبريد تكنولوجي لان العربيه دي بتطلع 200 حصان بس كل حاجه تانية هتبقى موجوده في النسخه اللي هتبقى موجوده عندنا وهي بنسخه المحرك الاربعه سلندر 1300 سي سي توربو بتخرج 160 حصان مع التكنولوجي الحديثه جدا من الفتيس السي في تي. هنتكلم عليها لما نبدا نسوقها في مصر لكن خليني اقول لك انطباعاتي على تجربه العربيه دي ومن وجهه نظري التكنولوجي اللي موجوده في العربيه دي. عزل العربيه عالي لدرجه كويسه جدا في السرعات لحد السرعات اللي قدرنا نمشي بيها هنا حوالي 140 و145 ودي اعلى حاجه قدرت اجيبها هنا عشان السرعات والطرق الرادار. العربيه تكاد تكون سايلنت. الحته الحلوه قوي في العربيه دي الستيرنج ويل عجله القياده والتصميم بتاعها الرياضي بيخلي توجيه العربيه افضل بكتير ماسك العربيه بشكل حلو قوي. نظام التعليق في الاول كنت متخيل العربيه دي ادابتيف سسبنشن ونظام متطور من التعليق. رينو ردوا عليا المهندسين قال لك احنا عاملين نظام متطور جدا من التعليق لكن النظام ده معمول بطريقه انه تكنولوجي تقريبا الثالثه صح تكنولوجي الثالثه ليهم الفور كنترول بس الفور كنترول مش جاي عندنا دي حاجه من الحاجات اللي انا لسه بتناقش معاهم فيها يعني ممكن بحاول اجيبها اوكي. الفور كنترول ده اللي هو ان العجل اللي ورا بيميل بدرجه 5 درجات مع العجل اللي قدامه وانت بتلف فبيديك وخليني اقول ان النظام ده مثلا احنا جربناه وخليني اقول على طول في السيفن سيريس في الاس كلاس او خليني اقول تحديدا في فئه عربيات بريميوم قوي فان هو يكون موجود في العربيه دي حاجه لطيفه جدا. الاوبشن ده لو انا طالبه فعلا عايزه يبقى موجود في العربيه لان هو مدي بجد هاندلنج للعربيه حلو قوي ومدي ان العربيه البادي رول خلي بالك الاختيار دايما تست درايف للعربيات الاس يو في بقوا يختاروا طريق جبلي فدايما كنت بسأل انت موديه في طريق جبل ليه انت عايز تقلب بطننا وخلاص على الفاضي ودي كانت الاجابه انا عايز اخليك تقعد جوه العربيه وتحس ان بطنك مش هتتقلب وتحس ان انت تعبان
لان انا عملت تكنولوجي حلوه في نظام التعليق للعربيه عشان ما حسسكش بالبادي رول او الميلان بتاع العربيه. عايز اقول لك اضيف حاجه. اتفضل. الثيرد جينيريشن انت بتتحكم في الزاويه بتاعه العجل اللي ورا. الجينيريشن الاولاني كان فيه اللي انت بتقول. يعني جينيريشن الاولاني كانت الزاويه صغيره. ولكن كنت تقعد ورا على الكنبه بتتعب شويه. لو حد بيسوق بسرعات عاليه لا كانت مرهقه. النهارده بالجنريشن دي انا عايز اقول لك ان احنا لما وقفنا في الورك شوب انا تخيلت ان عندنا العربيه اللي انا كنت سايقها ما فيهاش فور كنترول. فهو الراجل ورالي قال لي خلي بالك اظبطها الداشبورد قدامك بتوريك العجل بيحاول عكس او مع وبيوريك الارتفاعات بتاعه الكاوتش. عايز اقول لك ان الراجل سالني قال لي هو انت راكب عربيه فور كنترول؟ قلت له انا ركبت اتنين فور كنترول فيرست اند سكند جينيريشن. قال لي الجينيريشن الثالث المهندسين اللي صمموه كانوا مركزين جدا ان اللي قاعد ورا ما يحسش وان انت وانت سايق العربيه ما تحسش. انت تحس انها ماسكه في الارض. انا حاسس بجد باداء كويس قوي للعربيه دي. خليني اقول لك او خليني اقول لحضراتكم كده ملخص تجربتي للعربيه دي. العربيه دي من العربيات اللي من وجهه نظري مساحتها الداخليه كويسه جدا، الخامات كويسه قوي، رينو طورت بشكل كبير قوي نظام التعليق، فالعربيه مرتاح جدا في سواقتها. سواقتها مش مجهده، انا سايق النهارده اكتر من 200 كيلو مش تعبان. الماتيريال اللي استخدموها في العربيه سواء الماتيريال اللي ايديك بتلمسها او ماتيريال وتصميم الكرسي، كرسي مريح رياضي ماسكك بشكل كبير قوي. زاويه العين اللي انت شايف بيها كل مستوى الرؤيه في العربيه انت شايف كويس. حجم المرايات على الرغم انها كبيره على جسم العربيه لكن مخليلي رؤيه واضحه ومش محسساني بصوت هواء كبير. كنت متوقع ان السسبنشن بتاعت العربيه دي تبقى ادابتيف سسبنشن لكن اكتشفت انها ماك فيرسون ومالتي لينك ورا 5 بوينتس عاديه جدا لكن بتكنولوجي جديده والتكنولوجي استخدمتها رينو بقالها فتره لتطوير نظام التعليق في عربيات. خليني عايز اسالك سؤال كده ويمكن من الحاجات اللي لافته نظري قوي التطور اللي حصل او رينو عاملاه من وجهه نظري في العربيه دي هو التطور في الماتيريالز اللي استخدموها في العربيه. انا عايز ماتيريال عاليه قوي عن العربيات اللي قبل كده. ايه اللي حصل بقى؟ هم بقى لهم 3 سنين بيدرسوا ان الكواليتي بتاعة الانتيريورز دواخل العربية التشطيب الداخلي للعربية يبقى مختلف وانريتشن اكتر يعني اغلى واغنى في فئة اعلى في فئة اعلى بالضبط وفي نفس الوقت يبقى في المتناول. فهما البداية في شوية عربيات هتنزل في 2023 بدايتها الاوسترال في عربيتين تانيين برضو هينزلوا في خلال السنة وإن شاء الله هيبقى لك السبق إنك تجربهم. شكرك يا عزيز. فكرة الألبين سبري ظهرت وهما بيعملوا ديزاين بتاع الأسترل إن الفكر بتاع إن هي العربية عربية عملية وشكلها حلو والديزاين بتاعها حلو والكلام ده. في ناس بتحب السبورت سبيريت في العربية، الروح الرياضية في العربية الاس يو في، وده ابتدى يظهر في منتجات ألمانية شوية، شركات فرنسية برضو ابتدوا يعملوا سبورت لاين إديشنز. فهم أما درسوا الكلام ده لقوا إن الألكانترا طبعا دي حاجة مهمة جدا جدا جدا. In 400 meters, turn left onto SG650. حاضر. السبورت ستيرينج ويل زي ما انت واخد بالك واخد روح الفورمولا. وعجبني فكره الالكنتارا اللي موجوده جواها. بص الستيرينج ويل كلها النهارده بقت حكايه. يعني كلها تاتشات والمالتي سنس ده اللي بيغير مود السواقه. بيغير مود السواقه من سبورت لكمفورت لايكونوميك تختار زاويه العجل نفسها دي في حد ذاتها انجاز خطير جدا. يعني احنا العربيه نازله بنفس التجهيزات دي في مصر. نفس التجهيزات. الباكج بتاعت السيفتي اللي موجوده في العربيه دي من الحاجات اللي برضو عجبتني قوي ان فيها باكج عاليه
ويمكن كنا بنشوف الباكج دي في فئات البريميوم شويه، انها تحط اللينك كيب اسيست والورنينج من التصادم الامامي والامرجنسي بريك والبلاين سبوت والورنينج، يعني في باكج كبيره. السيفتي فيتشرز في العربيه دي هي هي اللي موجوده في الرينو سباس. السباس دي اعلى واحده، اعلى فئه في رينو، اللي هي بيسموها السياره الرئاسيه البريزيدنشال فيكل. اوكي، دي يمكن اللي بتستخدمها الحكومه الفرنسيه. بالظبط بالظبط. فحطوا في العربيه دي كل الاوبشنز، الادابتيف كروز كنترول، اللين ديبارتشر كنترول، كل حاجه كل حاجه. تنبيه لو انت تعبان من السواقه. انا اكتر حاجه عجباني بصراحه اولا الهاندلنج بتاع العربيه خطير. كنت لسه هتكلم على دي. الدريكسيون بتاع العربية مختلف تماما. تماما. لا، بوزيشننج بتاعت توجيه العربية خطيرة. وكمان انا اتفاجئت انها مش ادابتف سسبنشن على الاداء ده اللي بديهولي. اولا عربية عالية من على الارض، بس البادي رول بتاعها يكاد يكون قليل قوي قوي، مش حاسس بيه جامد. ودي من الحاجات تحطوها في الاعتبار يا جماعه، ان اغلبيه الشركات دلوقتي بقت تلعب نفس اللعبه دي في العربيات فئه الاس يو في، في الفئات المتوسطه الحجم، ده بدا يلعب لعبه انه مش عايز يحسسك بتحرك العربيه بشكل كبير جدا عشان يحقق معادله الراحه المطلوبه. فكره ان هو النهارده يحط دايما كان في الموديلات او كل ما بيطلع عربيه جديده كان بيحط فكره او تكنولوجي حاجة أو حاجتين من عربيات الفورمولا. إنما زي ما أنت واخد بالك إن كل حاجة في العربية 60% من التصميم بتاع العربية دي متاخد من الفورمولا تكنولوجي، وهو ده الهدف من الفورمولا على فكرة. أوكي. يعني أنت بتجرب العربية طبعا يعني فورمولا 1 تكنولوجي، أنت قاعد بتجرب أحدث ما وصلت ليه صناعة السيارات، والشركات بتوصل لأعلى مستوى من الصناعة عشان تطلع أفضل أداء. بالظبط. ولو نرجع بالتاريخ زمان، العربيات الفورمولا 1 كانت 12 سلندر، 8 سلندر، 7000 سي سي. النهارده العربيه الفورمولا 1 كام سي سي؟ 1.6. وبتطلع اوتبوت شكله ايه؟ فيعني هو ده الفكر. بصراحه العربيه دي انا متفائل لها جدا 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 جدا. خليني اسالك في الظل، يعني مش عايز، انا عارف واحنا بنجرب عربيه ويمكن في وقت مهم من التجارب ما ببقاش عايز اخش في التفاصيل قوي دي، بس دايما بيجي في دماغ اي حد بيفكر في عربيه دلوقتي، قطع الغيار اخبارها ايه؟ احنا عملنا الاوردر، البايلوت اوردر بتاع قطع الغيار بتاعه الاوسترال في شهر 7. يعني انت قطع غيارها توصل مع العربيات؟ قبل العربيات. قبل العربيات. ومبدا شركتنا الحمد لله ان اي عربيه بنطلبها بنطلب قطع الغيار قبل ما بتيجي العربيه، يعني بنتفق على خطه التصنيع البرودكشن بلان، وبنبقى ظابطين مع الاي ام سبير بارتس ديبارتمنت في رينو ان احنا يبقى قطع الغيار موجوده قبل ما العربيه تيجي. التكنولوجي اللي موجوده تكنولوجي حديثه قوي، ويمكن بعض العربيات اللي بقى فيها كم الداشبوردز او كم الشاشات اللي موجوده دي بقت نشوف انفوتيمنج سيستم، يعني يهنج بطيء، يحصل مش عارف ايه. يمكن كان في سؤال ليا سالت التطور اللي حصل في الانفوتيمنج سيستم، وباين الكواليتي بتاعت الريزوليوشن بتاعت الشاشات، وده بان من الميجان. يعني انا شفته في الميجان وفي النسخه التوربو، شفت التطور اللي حصل في الشاشات، والريزوليوشن دي اكتر حاجه فرقت معايا، الالوان حلوه. ده كان ما يخوفش ناس كتير ومن حيث التكنولوجي والتطور والكلام ده كله يخوف شويه؟ بالعكس. يعني ميجان الحمد لله عملت شغل كويس جدا. سنترال سكرين بتاعت الميجان لما جبنا الكبيرة هي بتاعت الاسباسبورد، بنفس الكونكتيفيتي، بنفس طريقة التعامل. ال 1300 التربو، الشاشة الديجيتال درايفر كلاستر، الشاشة اللي هي في الوش، هي الاسباس. ما فيش كان فيها مشاكل خالص، بالعكس. في بعض الشركات بدأت تشيل شوية من أوبشنز العربية عشان تقدر ترخص العربية، بس لما تيجي تتفرج العربية جواها إيه، فهي جواها حاجات كتير قوي بفلوس كتير، من ضمنها ساوند سيستم، الألكنتارا، الشاشات، تكنولوجي، في حاجات كتير موجودة لازم نبقى فاهمين إنها دلوقتي مش ببلاش، يعني بيدفع فيها فلوس كتير. التسعير هنا هيبقى المعادلة صعبة. بس ده أنا أتفق على شيء.
واحنا عشنا مع بعض الفكرة دي او التجربة دي بحذافيرها في الكجار وبعديها الميجان. في الميجان يمكن الميجان هي اللي كانت فترة مش بعيدة قوي بالضبط. احنا بنعمل فئة عملية للي مش عايز العربية تبقى فولي لودد لودد بالضبط كده وفيها الحاجات الكتير، وبنعمل عربية اللي هي فيها كل حاجة، والكاستمر هو اللي بيحدد، العميل بيشوف البريفرنسز او اللي هو محتاجه ايه من العربية اللي هو بيحلم بيها. فطبعا هتلاقي كذا فئة او هتلاقي كذا موديل منها، بس احنا كتيم بيشتغل في تصميم العربية قبل ما تيجي دايما بنحب يبقى عندنا فيها كل حاجة، لان فئة اللي فيها كل حاجة دي العميل اللي مش راكب المنتج مش عنده، مركبها مع واحد صاحبه او ويشوف التكنولوجي اللي فيها الكاملة بيبقى potential customer، ان هو الراجل دوت عميل مرتقب ان هو يشتري العربية. زائد هي التكنولوجي مش معمولة علشان ما نجيبهاش مهما كانت التكلفات. على فكرة انا بشكرك جدا استاذ رامي، وسعيد بدعوتك لتجربة العربية، ومن اوائل الناس اللي بنجرب العربية دي مع اوائل الناس في العالم، ومبسوط باختيار المكان الحلو اللي احنا كمان موجودين فيه ده، والطريق حلو جدا قوي. الصراحه يعني عايز سوق، انا سوقت شويه الصبح تمام يعني، بس بشكرك جدا جدا جدا، وشكرا على الدعوه الحلوه دي، وان شاء الله يبقى عندنا تجارب تانية كتير. خليكم دايما متابعينا وخليكم دايما موجودين معانا على السوشيال ميديا. لو عجبكم الفيديو ده لو سمحت اعملوا له شير، ولو عندك اي سؤال اي معلومه عايز تعرفها اكتب لنا في التعليقات تحت، واشوفكم على خير. سلام. رجعنا حضراتكم تاني، وحابب النهاردة أسلط الضوء على نموذج ناجح، وأنا لما بلاقي نموذج ناجح بحب إن إحنا نديله حق، لأن زي ما في حاجة ممكن زي ما كنت بتكلم في أول حلقة على حاجة معينة، لا أنا عندي كمان حاجات بتنجح. شركة مصرية بتصنع في مصر وتصدر للعالم، شركة كبسي للدهانات. شركة كبسي من الشركات اللي تخصصت في الدهانات من سنين طويلة جدا، وليها مشوار طويل جدا في الدهانات، وعلى مدار السنين اللي فاتت كان ليا الحظ ان اطلع اسافر معاهم وابدأ اشوف، بحضر معارض زي معرض اوتو ميكانيكا، ده واحد من المعارض الشهيرة جدا اللي بيتم بالصناعات المكملة، اوتو بارتس معرض بيتم في ايطاليا، للمع برضو من المعارض اللي بتفرجك على كل ما يخص صناعة السيارات. فلما تلاقي شركة بتصنع في مصر في بورسعيد في مصنع في مدينة بورسعيد ويصدر للعالم، وتلاقي المنتج مكتوب عليه Made in Egypt ومحطوط أو الجناح بتاعهم وسط أجنحة أو وسط عمالقة الدهانات في العالم، دي حاجة تبقى مبسوط بيها. واحد بصراحة. اتنين، السوق الأوروبي ما بياخدش منتج كده، يعني عشان يجي واحد في ألمانيا يرش عربية بعد ما طلعت من الشركة وحصل فيها حاجة وبيرشها، مش هيختار كبسي كده إلا لو كبسي دي مطابقة للمعايير، مش بس الزبون، لأن هو الزبون ملوش دعوة، وبيروح يسلمها لمركز الخدمة يقول له عايز أعمل كذا. الحدوتة هنا مش زي بعض الأماكن عندنا هيدور إيه أرخص أو إيه، لا مفيش الكلام ده. مفيش منتج هيخش السوق إلا ما يكون مطابق لمعايير السلامة والأمان ومطابقة لكل شيء. اتنين، مش هيرش منتج على عربية ممكن تضر العربية. تلاتة، ودي النقطة المهمة، السوق الأوروبي حاليا ما بياخدش منتج إلا لما يكون صديق للبيئة، يعني ما بيطلعش منه انبعاثات تضر طبقة الأوزون والبيئة، فبدأوا يستخدموا طريقة جديدة في خلط المواد البوية بتاعتهم، إنهم بيستخدموا المية. فلما تيجي تتفرج على كيان بهذا الشكل في مصر، نموذج حلو وجميل ولازم نقول له برافو
ولازم نقف جنبه ونسنده ونقول له احنا عايزين اكتر، لانه بيدخل عملة صعبة لمصر، وبيقدر بايدين مصريين ومهندسين مصريين وادارة مصرية وشركة مصرية ومستثمر مصري على مدار سنين 30-40 سنة شغال بيعافر في صناعة البويات، وبيحاول انه يوصل المنتج بتاعنا المصري، وانا بقول انه بتاعنا لانه منتجنا. انا ببقى فخور وفرحان لما الاقي كلمة ميدن ايجيبت. اول مرة كنت موجود في المانيا كنتش لسه اعرفهم، عارف انها شركة مصري، بس لما بدأت ابص قلت ايه، اكيد العلبة اللي طالعة لالمانيا غير العلبة اللي هي نفس العلبة اللي بتشتريها حضرتك من عند بتاع البويا في مصر، هي اللي موجودة في المانيا وانجلترا وايطاليا واسبانيا وامريكا والهند، ومكتوب عليها ميدن ايجيبت، ايوه، وبتتعمل هنا ببورسعيد، ايوه، وتتفرج على تفاصيل. رحنا زورنا المصنع، ويمكن حضراتكم وانا بتكلم بتتفرجوا على صور للمصنع، لان انا فخور بالصناعه المصريه. هو ده اللي انا عايزه لكل الصناعات، هو ده اللي انا عايزه لكل المنتجات. عندنا منتجات كتير نقدر ان احنا نعمل، وفي على فكره يمكن انا عشان جوه حته العربيات فبدور لكم دايما على الحته اللي احنا موجودين فيها، بس في حاجات كتير تانية. بس ده نموذج مشرف يستحق ان احنا نقول برافو، ويستحق ان احنا نقول لهم كملوا، ويستحق ان احنا نقول لهم احنا في ظهركم. وانا بحيي الحكومة المصرية لدعمها للمنتج المصري ودعمها للمصنع المصري، وعايزين دعم اكتر. وفارق معايا ان اشوف المنتج المصري ده موجود في كل حتة في العالم، والله واحنا موجودين في ايطاليا وشايف وانا واقف وسط عمالقة الطلاء، خلي بالكم الطلاينا برضو انتوا فاهمين، وتلاقي شركات كبيرة بتيجي تفضل هذا المنتج المصري، اولا للسعر طبعا، وبيطبق نفس المعايير اللي هو عايزها. فانت عملت معادلة حلوة جدا بجد، ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يكرمكم، برافو عليكم، شركة مصرية محترمة، شركة كبسي، كل الدعم ليكم، وان شاء الله نروح نزورهم تاني في المصنع، وفرج حضراتكم الرجالة المصريين والستات المصريين الجمال بيعملوا ايه عشان تتفرج على منتج بهذا الشكل، يبقى موجود في كل الأسواق الأوروبية والعالمية بكلمة Made in Egypt، صنع في مصر. خليكم دايما متابعينا على الصفحة بتاعتنا على الفيسبوك برنامج دوز بنزين مع تامر بشير، والأكاونت بتاعنا على الانستجرام تامر بشير، كل التفاصيل هتلاقيها موجودة، وطبعا تغطيتنا للحلقة وهتلاقوا الفقرات موجودة على صفحة النهار على الفيسبوك. لو عند حضراتكم أي سؤال ابعتونا على طول وهنجاوبكم. الحلقة الجاية عندنا عربيات وتجارب وسباقات مختلفة مش هتلاقوها في أي مكان غير معانا بس في دوز بنزين على شاشة النهار. أشوفكم الحلقة الجاية، سلام عليكم.